يا صباح الخير، صباح الصبر، صباح التفاؤل، صباح العزيمة والإصرار، صباح النفس الطويل، وصباح المثابرة والعمل والاجتهاد اللي ما قدامناش غيره، هو العمل ثم العمل ثم العمل عشان نتغلب على كل ما بيحصل لنا دلوقتي من ظروف صعبة طبعا بنمر بيها. صباح الفل عليكم. 17/6/2018 يوم جديد، صباح جديد، أحداث جديدة ومتغيرات جديدة أيضا طبعا هنستعرضها معاكم، بس خلوني الأول أصبح على حسام. صباح الخير يا حسام. صباح الخير يا ولاء، صباح الخير على كل مشاهدينا. النهارده ثالث أيام عيد الفطر المبارك، رب كانت تكون فرصة للناس إن هي تجدد نشاطها وحيويتها وتاخد أجازات وترفه عن نفسها برضو وتجدد كده من حيويتها ويبقى في وقت تقضيه مع العيلة ومع الصحاب قبل ما نرجع تاني للعمل اللي في نهاية الأمر ما حدتناش غيره، هو للتغلب على أي ظرف مهما كان صعب، وربنا يعين الجميع ويسدد خطانا بإذن الله. خلينا نقول أنه كمان النهاردة هيكون عندنا متابعة لأبرز المتغيرات، سواء طبعا ما يتعلق بالأحداث السياسية أو الاقتصادية، وكمان هيكون عندنا وقفة كمان عن برضو بعض الفقرات اللطيفة، هنخلكم فقر كده للتصوير الفوتوغرافي وهنوريكم صور حلوة وجميلة كمان، وهيكون عندنا فقرة تانية كمان يا وراء. صحيح، يمكن تكون فنانة من نوع خاص، فنانة من ذوي الاحتياجات الخاصة، صوت جميل جدا، حصل على كتير من التكريمات من وزارة الشباب والرياضة، وكانت كمان عضو كمان في لجان فنية وثقافية في وزارة الشباب والرياضة. معنا شيماء السركاوي، ربما يكون حضراتكم سمعتوا عنها في مسابقة من مسابقات الغناء، هي بتغني، مغنية وكفيفة طبعا، نموذج حلو بيخلينا دايما نحنا نتفائل انه مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت احنا بنكسل عن حاجات، خلينا نتكسف من نفسنا ان احنا ممكن نكون بنكسل عن حاجات معينة نعملها في غيرنا بيبقى مش معاه نفس النعم اللي ربنا انعمها علينا، ولكن عنده بديل او عنده حاجة بيحاول ان هو يكون فيها افضل واحسن ويتميز فيها. معنا طبعا مجموعة من التقارير اللي دايما بنبدأ بيها، خلينا نبدأ من مجموعة من المطورين الهولنديين، قاموا بتصميم كاميرا غريبة شوية بتبدأ في التصوير قبل ما تدوس على زرار التسجيل بعشر ثواني، مش يعني يمكن هنفهمها أكتر في التقرير ده، هم بيقولوا على حسب كلامهم إنه عشان ما تفوتش تصوير اللقطات السعيدة، يعني ما يفوتناش اللقطات السعيدة اللي ممكن تكون موجودة قبل ما نصعد. تقول حاجة حسام قبل ما نصور. أنا بتهيألي يعني إنه أحيانا وأنت بتتحضري عشان تاخدي صورة فبتتحاكي بشكل تلقائي أكتر من الصورة نفسها بقى بتثبت الابتسامة أو بتبقى فيها، بس في اللي بيعدل نفسه وفي اللي مش عارفة بيعمل إيه وفي اللي بيعمل إيه، بس تبقى دي أكتر اللقطات اللي خلينا نقول يعني عفوية، وبالتالي هي بتبقى أكثرها صدقا، فيمكن يكون ده الغرض. احنا نفهم مع حضراتكم أكتر من التقرير. صحيح، تعال نشوف. كثيرا ما تسحرنا لقطة ما ونريد التقاطها بكاميرا الهاتف الذكي سريعا، ولا يسعفنا الوقت لفتح الهاتف الذكي والضغط على زر التصوير، والذي أحيانا ما يحدث عطل به. لذلك قام مجموعة من المطورين الهولنديين بتصميم نموذج أولي لكاميرا آلة الزمن الذكية، والتي تستطيع بدء التصوير قبل عشر ثواني من الضغط على زر التسجيل. تسجل الكاميرا ما ترصده أمامها لفترة قصيرة لا تتعدى بضع ثوان، وبعد ذلك تمسحه لتسجل المشاهد التالية، تماما كفكرة البث المباشر. تمتاز الكاميرا بحجمها الصغير وبسهولة استخدامها، حيث يمكن ارتداؤها كسلسلة حول العنق، كما يوجد بها ميكروفون داخلي، وتقوم الكاميرا بتسجيل عشر ثواني قبل وبعد الضغط على زر التصوير، ثم ترسل هذا المقطع للهاتف الذكي عن طريق خاصية البلوتوث. تمت برمجة الكاميرا وتصميم بطاريتها بحيث تدوم لسبع ساعات قبل الحاجة لإعادة شحنها، كما أنها لا تحتاج إلى كم كبير من الطاقة لتشغيلها، ويمكن للكاميرا تصوير مقاطع فيديو بجودة منخفضة، وذلك لرفعها سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تصوير مقاطع عالية الجودة يمكن تحميلها عبر الحاسب الآلي. ويعمل الفريق الآن على إجراء الاختبارات الأخيرة على الكاميرا تمهيدا للبدء في إنتاجها على نطاق أوسع بنهاية هذا العام، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 199 دولارا. يعني تعتبر السعر 4000 جنيه مثلا؟ لا قلنا يعني أكتر؟ أنا حاسبه على 20 مش على 18 عشان الكسور. أو في حدود يعني، خلينا نقول في حدود ده، بس هي الفكرة عامة هي فكرة جديدة،
هي قريب شويه من كاميرات الجو برو والحاجات دي فبالتالي هتعمل ممكن شويه تطوير في اي أفرق. حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا. بس هي معلش هي بتعرف منين ان انا هدوس على الزرار فتقوم جايه مصوره قبلها ب 10 ثواني يعني؟ ما انا ما فهمتش قوي برضه الصراحه. انا قاعد اسمع اشوف لا ايه هي. عشان اكون امين يعني معاك. بس هي تكنولوجي ممكن تكون جديده هنجيبها ونجربها ونفهمها. طبعا طبعا. طيب هنروح برضو لتقرير تاني برضو عن التكنولوجي وبرضو هو في بيحمل جانب طريف شويه لانه مجموعه برضو من الباحثين بجامعه واشنطن ومعهد ألن بحثوا مدى تاثير الكلاب بتشوف ايه وازاي اللي بتشوفه الكلاب ده بيأثر على تصرفاتها وحركاتها. طب ليه بقى يعني ليه بيشوفوا فكره ان الكلاب بتبص ازاي بعينيها؟ انه عايزين يعملوا روبوت يحاكي تماما الكلاب وازاي بتتصرف عشان يكون بديل الكلاب في المستقبل. خلينا نشوف كمان. سعيا لتصميم الروبوتات تحاكي فصيلة الكلاب في المستقبل، أجرى مجموعة من الباحثين بجامعة واشنطن ومعهد ألين بحثا لرصد مدى تأثير ما يراه الكلب على سلوكياته والحركات التي يقوم بها. ويتم إجراء هذا البحث على كلب عمره 6 أعوام من فصيلة ألاسكا والتي تمتاز بالحجم الكبير وكثافة العظام والقدرة على التحمل. وقام الباحثون بوضع كاميرا جو برو صغيرة على مقدمة رأس الكلب حتى يرصدون كل ما ينظر إليه أثناء السير، بالإضافة إلى وضع حقيبة صغيرة على ظهره تحتوي على جهازي كمبيوتر صغيرين لجمع البيانات عن أي حركة يقوم بها الكلب، وذلك من خلال مستشارات تمت إضافتها لأقدام وذيل ورقبة الكلب. وتنتقل هذه البيانات بعد ذلك إلى جهاز لابتوب في صورة مقاطع جرافيكس لحركات الكلب المختلفة. وأظهرت النتائج كيف يتصرف الكلب عند رؤية شيء ما، هل يذهب باتجاه ما يراه أم يستدير ويتركه، وكذلك ما هو الترتيب الذي يتبعه في تحريك أطرافه ومفاصله للذهاب من مكان لآخر. وهذا ما ميز البحث عن أي دراسة أخرى في هذا المجال. وقد حرص الباحثون بأن تكون كل تلك الأجهزة خفيفة الوزن جدا حتى لا يشعر الكلب بأنه يحمل أي شيء كي يتصرف بشكل طبيعي إلى أقصى حد ممكن. وسيعمل الباحثون في الفترة القادمة على رصد تصرفات الكلب عند سماع أصوات مختلفة وكذلك إجراء هذه الاختبارات على فصائل أخرى من الكلاب بهدف تصميم نماذج أولية لروبوتات تحاكي الكلاب في ذكائها وتصرفاتها في المستقبل. طيب يعني المستقبل هيبقى بني ادمين وكلاب روبوتات خلاص. بالظبط كده. عامة كمان احنا ردنا حركه التقرير عن الكاميرا، احنا النهارده هيكون علينا الاستاذ جلال المسيري وهو عضو الامانه طيب. العامه لاتحاد المصورين العرب. ممكن يبقى نساله على التكنولوجي الجديده دي ونقول له عليها تفيده. بالظبط، لانه هو بالتاكيد هيكون خبره اكتر، فممكن برضو نبقى ناخد رايه في الموضوع ده ونقول لكم يمكن نفهم كلنا سوا. صحيح. طيب خلونا ننزل الشارع، من الاستوديو ننزل الشارع وزميلتنا جرمين ابراهيم من حديقة الحيوان ومعانا كمان لميع حمدين من الحديقة الدولية، نشوف الناس بتحتفل بثالث ايام العيد ازاي في الشوارع النهاردة ودرجة الحرارة العالية. طبعا صباح الخير يا جرمين ويا لمياء، صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين. صباح النور. صباح الخير يا ولاء. ولاء صباح الخير. ولاء صباح الخير حسام. اتفضلي يا جرمين حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين. انتوا طيبين طالعين بقى من رمضان. صباح الخير يا ولاء وصباح الخير يا حسام، كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وكل المشاهدين بخير. يعني لما بنتكلم عن عيد فلازم نتكلم عن حديقة الحيوان اللي يمكن تعتبر من أكتر الأماكن اللي بتستقبل المواطنين في فترة الأعياد والمناسبات أو حتى طول أيام السنة. يعني لو كلمنا حتى بالأرقام بنقول أنه حديقة الحيوان خلال أول وتاني أيام عيد الفطر المبارك استقبلت أكتر من 100,000 زائر، منهم 35,000 زائر في اليوم الاول. طبعا عارفين ان الاقبال ما كانش كبير بسبب يعني مباراه مصر في كاس العالم، لكن العدد ارتفع في اليوم الثاني وصل ل 65,000 زائر جم يقضوا ثاني ايام العيد هنا في حديقه الحيوان. ومنتظر كمان ان النهارده اليوم يستقبل عدد كبير من الزوار، يمكن انا تابعته حتى من وقت دخولنا لحديقه الحيوان انه العدد عمال يزيد والاسر عماله تزيد وبتدخل لداخل حديقه الحيوان عشان تقضي يوم ممتع و يعني يتفرج على الحيوانات اللي موجودة هنا في حديقة الحيوان. الحقيقة انه يعني حديقة
الحيوان زي بقيه الحدائق المصريه كان ليها استعدادات خاصه عشان تستقبل عيد الفطر المبارك وتستقبل الزوار وتقدم لهم خدمات، منها ان هي كانت بتعمل عمليه صيانه للمسطحات الخضراء اللي موجوده جوه حديقه الحيوان، كمان البحيرات اللي موجوده. الحقيقه كان متوقع ان هيبقى في ارتفاع في درجات الحراره، فعشان كده كانت اداره الحديقه حريصه ان هي تزود من المقاعد الخشبيه، يمكن عملت 400 مقعد خشبي منتشرين في انحاء الحديقه عليهم مظلات علشان يحموا الناس من اشعه الشمس، كمان عملت صيانه لمنطقه الالعاب الترفيهيه وزودتها بالعاب جديده، وعملت عروض ترفيهيه موجوده في الحديقه، كمان عروض للمولودات الجديده اللي موجوده. فالحقيقه كان في يعني عمل مستمر، يمكن مستمر حتى دلوقتي علشان يستقبلوا الناس ويقدم لهم الخدمات بشكل مستمر. كمان زي بقيه الحدائق، ويمكن احنا امبارح كنا في الأرمون وتابعنا انه بيتم توزيع اكياس قمامه بلاستيكيه على الزوار وهم داخلين علشان يرموا فيها اي قمامه عشان يحافظوا على نظافه الحديقه، كمان نفس الحكايه موجوده هنا في حديقه الحيوان. كمان كان في تنسيق يمكن مع هيئه الاسعاف ومع مديريه امن الجيزه علشان يوفروا افراد امن، يمكن حتى تابعته في المشهد من شويه كان في افراد امن موجودين يعني بيجوبوا الحديقه بشكل مستمر، افراد من الشرطه النسائيه عشان يسيطروا على اي حالات او محاولات الخروج عن النظام او حتى محاولات لا قدر الله يعني ليها علاقه بالتحرش. كمان تم توفير عربيتين اسعاف وعربيتين مطافي موجودين جوه الحديقه طوال اليوم علشان يعني يقدموا خدمات للمواطنين. مع فكره الزحام كان طبيعي انه يتم زياده كمان المنافذ اللي بتدخل الحديقه اللي كانوا بيوصلوا ل 18 منفذ خاصين بالتذاكر علشان يقدروا يستقبلوا المواطنين، لان احنا عارفين الاقبال والضغط بيبقى كبير جدا على حديقه الحيوان. في جهود كمان مستمره لرجال المرور بره الحديقه علشان يسهلوا عمليه مرور العربيات في وسط الزحمه. زي ما قلنا انه في ارتفاع في درجات الحراره، فيعني مش بس الانسان بيتاثر بالارتفاع ده، لا كمان الحيوانات بتتاثر بارتفاع درجات الحراره، عشان كده كمان كان في فرض حاله من الطوارئ على اجهزه الطب البيطري علشان يقدروا ان هم يقدموا اي رعايه طبيه للحيوانات اللي بتتاثر بارتفاع درجات الحراره. يمكن بشكل خاص اكتر حيوان بتتاثر بالارتفاع هي الدببه والفيلف، عشان كده كانوا حريصين ان هم يوفروا مبردات جوه بيوتهم، وكمان يقدموا لهم مثلجات بشكل مستمر، ويوفروا لهم بحيرات وبرك مياه علشان يقدروا ان هم يخففوا عليهم ارتفاع درجات الحراره. الحقيقه اقبال كبير من الصبح، ومتوقع اكيد ان هو هيزيد طول الوقت وطول اليوم. برجع لكم مره ثانيه في الاستوديو. طب والله يعني بنحسد الدببه والفيله على المعامله هناك في حديقه الحيوان من المثلجات زي ما قلتي والبحيرات اللي بتبقى متوفره ليهم. أسيبك يا جرمين واروح للمياء حمدين من الحديقة الدولية. صباح الخير يا لمياء، وقولي لي يعني هل في بدأ الإقبال الساعة 9 دلوقتي، يعني الناس بتبدأ تنزل من دلوقتي؟ صباح الخير عليكي وعلى ولاء وعلى حسام وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك واليوم الأخير. الحقيقة أنه الإقبال بيكون في الساعات الأولى من النهار بيكون ضعيف لحد كبير، لأنه تم التنويه أن في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، فالناس بتبقى مقبلة على الحدائق والمتنزهات، ولكن بعد الظهر تقريبا وفي يعني في المساء بيبقى الأعداد كبيرة بتعد بالآلاف. في حديقة الدولية مشهورة بأن فيها مساحات خضراء كبيرة وفيها مطاعم وفيها كافيهات بأسعار يسيرة على المواطن العادي، كمان فيها حديقة حيوان مصغرة، وكمان فيها منطقة ألعاب ترفيهية أيضا مصغرة، يعني بتستعد بشكل كبير. الحدائق اللي من النوع ده والمتنزهات اللي من النوع ده بتعتبر أن المناسبات أو الأعياد بيبقى العرس الأكبر ليها، تستعد لها بشكل كبير، يعني بيبقى في تنسيق كبير بين الحديقه والاداره الخاصه بالحديقه ووزاره الداخليه وايضا وزاره الصحه. المرفق الاسعاف بيبقى موجود، فيه اطقم طبيه، في ايضا يعني مرور كبير لرجال الشرطه داخل الحديقه. انت عارفه الحديقه الدوليه 55,000 فدان، مساحه كبيره جدا وشاسعه جدا، فيها 18 ركن ل 18 دوله عربيه واجنبيه بتوضح المعالم او الاثار الموجوده في هذه الدول. اقبال الناس بيكون كبير، يعني يمكن اخر مناسبه كنا في شم النسيم كان في حوالي 55,000 مواطن يعني توافدوا على الحديقه في خلال يوم واحد بس، فالتنسيقات بتبقى كبيره والاستعدادات بتبقى كبيره. ايضا اداره الحديقه وزعت على المواطنين خلال اليومين اللي فاتوا اكياس بلاستيكيه للحفاظ على نظافه المكان، الكيس البلاستيك مكتوب عليه خليك زي ادم، يلتزموا بنظافه المكان علشان كمان يستمتعوا بالمكان. وايضا تم السماح للمواطنين
معتنين بان هم يصطحبوا معاهم بعض المأكولات الخفيفه علشان يقدروا يستمتعوا ويقضوا يومهم كله داخل الحديقه. حديقه الحيوان المصغره اللي موجوده داخل الحديقه الدوليه ايضا ممتعه جدا بالرغم من حجمها الصغير، يعني فيها حيوانات جديده قدموها للجمهور بمناسبه العيد، في طاووس، في الجمال، وفيها قرود ونسانيس وسلاحف وغيرها من الحيوانات المختلفة الممتعة. أيضا داخل حديقة الحيوان المصغرة متحف أيضا مصغر، في بعض الزواحف المحنطة المحطوطة عليها علامات أو لوحات صغيرة بتوضح نوع الحيوان وبيجي منين وأصله وإيه اللي بيحصل فيه بالظبط علشان يتم تحنيطه في الآخر بالشكل اللي احنا بنشوفه. كمان في منطقة ألعاب ترفيهية جميلة، والتكت بتاعت الحديقة حديقة الحيوان المصغرة والمتحف وأيضا منطقة الألعاب الترفيهية يعني بأسعار يسيرة جدا، 5 جنيه طول اليوم، تقدر أي أسرة يعني تستمتع باليوم بتاعها داخل الحديقة. الحديقة جاهزة أن هي تستقبل الناس من الصبح لحد بالليل، بيستمتعوا وبينتقلوا من مكان لآخر داخل الحديقة دون ملل للاستمتاع في أيام الفطر المبارك. نعم، يمكن المنظر طبعا اللي وراك يا لمياء فظيع، خضرة جميلة بس مش مبين، يعني نسبة الإقبال شوية، واضح انه لسه شوية، يعني الدنيا لسه بدري، صح؟ محدش جه كتير، محدش بيصحى بدري قوي كده في العيد برضه. لا ما هو يعني هو صحيح لحد دلوقتي الإقبال ممكن نقول انه ضعيف لحد كبير، لأن الناس عارفة ان درجة الحرارة عالية جدا، فالإقبال بيبقى يعني في ذروته في المساء او بعد الظهر تقريبا، يعني من الساعة 5 او الساعة 6 الناس بتبتدي تيجي، بتبتدي تلعب وتستمتع باليوم بتاعها، خصوصا انه بيكون في اطفال، فتعرضهم لدرجات الحرارة العالية ممكن يأذيهم، والشمس ممكن يأذيهم بشكل كبير. ده على كده الحديقة دي بتقعد للساعة كام؟ انت بتقولي ممكن 5-6 الناس تبدأ تنزل. هو فعليا بيكون لحد الساعة 5 أو 6، لكن في أيام أو في المناسبات بيكونوا موجودين لحد آخر مواطن موجود داخل الحديقة. طيب يمكن الصورة دي عكس جرمين. يا جرمين، يمكن سؤالي ليك الأخير انه لا، واضح انه في ناس بدأت تنزل في حديقة الحيوان، يعني عندك انت كثافة أعلى شوية. بالظبط يا ولاء، يعني في ناس بدأت من أول ما الحديقة فتحت بابها الساعة 7 لحد دلوقتي الإقبال عمال يزيد والناس بتزيد، يمكن متوقع زي ما قلت لك إنه خلال الساعات اللي جاية هيكون الإقبال أكبر بكتير، يمكن الناس هنا مش بتفكر في درجات الحرارة على قد ما بتفكر إن هي تيجي وتستمتع وتقضي وقت حلو وتتفرج على الحيوانات، الأسر كمان بشكل كبير موجودة، فلا يعني الإقبال أكيد هيبقى كبير كمان. طيب أنا بشكركم شكرا جزيلا، جرمين إبراهيم من حديقة الحيوان ولمياء حمدين من الحديقة الدولية، كل سنة وانتم طيبين، طبعا كل سنة ومصر كلها طيبة ومشاهدينا طيبين. نسيت أعيد عليكم، طبعا احنا 3 أيام العيد لسه، وبكرة كمان عيد، رابع أيام العيد، 3-5 أيام العيد بس مش أجازة. طيب اتفضل يا عمتنا. الحديقة بيختلف الموضوع، انت بتروحي تقضي يوم كله، فانت بتحاولي ان انت تحاولي تلحقي تشوفي كل الحاجات، تروحي بقى بيت الزواحف وتروحي الفيلا فبيبقى اليوم طويل اكتر. الحديقه الدوليه متهيألي الجو دلوقتي ممكن يبقى صعب شويه لغايه انكسار الشمس بس، وعشان كده انا هاخدكم لدرجات الحراره المتوقعه النهارده والمحافظات، لانه كمان في توقع النهارده كانت تبقى ذروه الموجه الحاره. نيرفانا العبد هتقول لنا كمان درجات الحراره المتوقعه في القاهره والمحافظات. مشاهدي الله يبقى اهلا بكم الى نشرة جوية جديدة ليوم الاحد. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والجو معتدل على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارا ولطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد. وننتقل الى درجات الحرارة في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل كبرى 37 والصغرى 24 والأجواء صافية نهارا وليلا. أما في الإسكندرية تسجل كبرى 28 والصغرى 23 والجو صافي نهارا وليلا. أما في بورسعيد تسجل كبرى 29 والصغرى 23 والأجواء صافية نهارا وليلا. أما عن أسيوط تسجل كبرى 41 والصغرى 26 والأجواء صافية نهارا وليلا. أما في المنيا تسجل كبرى 40 والصغرى 25 والجو صافي نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل كبرى 37 والصغرى 29 حيث الصفاء،
وفي أسوان تسجل الكبرى 47 وأصغرى 33 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 46 وأصغرى 33 حيث الأجواء الصافية. أما عن حلاي وشلاتين تسجل الكبرى 39 وأصغرى 29. وإلى حول الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت. ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية ونبدأها بالعاصمة العربية القدس حيث تسجل كبرى 30 والصغرى 17. وفي دمشق تسجل كبرى 34 والصغرى 19. وفي الرياض تسجل كبرى 40 والصغرى 28. وفي طرابلس تسجل كبرى 28 والصغرى 21. وفي الجزائر تسجل كبرى 26 والصغرى 19. وأخيرا في أبوظبي تسجل كبرى 36 والصغرى 32. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا وإلى اللقاء. سبعة وثلاثين النهاردة بالليل هتكون بداية انكسار الموجة بس والله من امبارح كان الجو حلو بالليل. بالليل بالليل ممكن شوية بس لسه الجو النهاردة برضو لسه هلا فيه نسبة رطوبة عالية يمكن بتدي احساس شوية زيادة بالحر بس ان شاء الله تنكسر موجة الحارة بداية رمضان كده وبداية العيد بس كانت قبل كده اشد بكتير. على اي حال الوضع مختلف دلوقتي احنا بنفطر وبنشرب صحيح والله يعني الموضوع فيه شوية اخف طبعا كتير. على اي حال خلينا نروح محاضراتكم ولسه مكملين في اجواء العيد وبنرصد لكم مظاهر مختلفه زي ما رصدنا لكم برضو مظاهر الفرحه وقبل الناس على الحدائق وغيرها. يمكن امبارح كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصه فيسبوك كانوا بيتداولوا فيديو لواحد من المقاهي في الصعيد والاطفال بيشربوا فيه الشيشه. طبعا احنا متعودين على مظاهر الشيشه في مصر لكن المشهد كان صادم لانه تقريبا معظم رواد المقهى يا ولاء كانوا من الاطفال والاشد صدمه ان هم اطفال يعني يمكن بعضهم اقل من 10 سنين. طبعا احنا ما عندناش قوانين في مصر جازمه وحاسمه تقدر ان هي تمنع الاطفال من التدخين لكنه كمان فشلنا في اكثر من مره في تطبيق قوانين المتعلقه ايضا بحظر مثلا التدخين في الاماكن العامه وكده او بالرقابه على الاطفال رغم انه خلينا نقول بعيد اصلا عن مساله القوانين دي مساله اخلاقيه. يعني بيقولوا انه ده في محافظه سوهاج في مركز طهطه ويعني بغض النظر ان كان في قانون قد يعني خلينا نقول بيخلي صاحب المقهى او اي قهوه ان هو يمنع دخول الاطفال من عدمها لكن في مسؤوليه اخلاقيه في النهايه. هو واضح يا حسام ان المقهى ده للاطفال اصلا يعني لا ما فيش مقهى للاطفال طبعا هو واضح قدامنا انه مفهوش ما هي دي الفكره ما هو يعني الشيء الصادم يعني انه كل رواده من الاطفال واطفال صغيرين جدا في السن يا جماعه بنتكلم عن اطفال يمكن 10 بيتخانقوا مع بعض كمان مين هياخد مين الشيشه فاحنا ما فيش قوانين جازمه لكن بنفس الوقت في مسؤوليه اخلاقيه وانسانيه على اي صاحب مقهى او كافيه انت ما ينفعش تخلي الاطفال دي تتقدم لها الشيشه بالكثافه دي حتى لو انت هتكسب غريب. فلوس الدنيا يعني في نفس الوقت يعني حط نفسك لو ده ابنك انت كمان هيرضى ان حد يعمل فيه كده. ثانيا احنا عندنا احصاءات خطيره في الموضوع ده يمكن في 2015 كانت في احصائيه مهمه جدا وفي اليوم العالمي للتدخين بتقول انه في اكتر من نص مليون مدخن من الاطفال في مصر تحت سن 16 سنه مدخن وبيبداوا من مرحله ابتدائي احيانا وبتبلغ ذروتها في مرحله الثانويه العامه. احنا حاولنا يعني نتواصل مع ابو حافظ سوهاج عشان نتاكد كمان لانه ده فيديو متداول على الفيسبوك مش عارفين بنسبه يعني تاكيديه كبيره انه ده كان فعلا في سوهاج ولا لا بس بشكل عام الفيديو ده لازم يتحقق فيه كويس قوي ولازم نوصل لصاحب الكافيه ده ويتم التحقيق معاه لانه لو انت خلينا نقول مره تانية القانون ما بيجبركش على حاجه لكنه انسانيتك تجبرك انك تمنع البهزله اللي بتحصل او احنا شايفينها صحيح على هو واضح كمان انه اللي بيصور رافض الوضع ده بالتأكيد. لان هو بيصور وبينزل على السوشيال ميديا واضح برضو انه اللي بيتصوروا غير مكترثين يعني اللي هو مش شاممهم عادي ان هم ينزلوا على السوشيال ميديا والناس كلها تشوفهم بس هو هي حاجه غريبه فعلا والاطفال بكثافه جدا يعني الصوره مليانه اطفال لا يعني واللي يسمع الصوت كمان بقى المزيكا شغاله وفي اللي بيرقص احيانا بالشيشه وبيتخانقوا مع بعض مين اللي ياخد الشيشه من التاني حرام يعني حرام في سن صغيره جدا لانه تخيلوا حضرتك ده لما يبقى عنده 10 سنين وبيدخن الشيشه اللي هي ضررها يمكن اكبر كمين من السجاير تخيلوا بقى بعد 10 سنين هتبقى حالته عامله ازاي بعد 15 سنه وهو لسه في عز شبابه عنده 25 سنه ولسه هتكون حالته عامله ازاي يعني مره تانية الراجل صاحب المقهى ده
يعني لازم الحي يوصل له، المحاضرة توصل له، لازم يتم التحقيق. ممكن يتجاب كمان من وشوش الأطفال نقدر نعرف مين أو المنطقة اللي هي فيها، لأنه ده سلوك أكيد ممكن يكون بيتكرر في حتة تانية، وبالتالي لازم يتم جذره من الأساس. نروح معاكم الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم حضر يمكن أهم أخبارنا وفقراتنا النهاردة من الصباح. خليكم معنا. اهلا بكم تاني ولسه مكملين معاكم في اجواء العيد. وامبارح نظمت القوات المسلحه لليوم الثاني على التوالي من ايام عيد الفطر المبارك طبعا احتفاليه لتكريم اسر الشهداء من القوات المسلحه والشرطه بمركز المناره للمؤتمرات. حضرها الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف وعدد من الوزراء ومحافظ القاهره كمان. تعالوا نشوف اللي دار في التقرير ده. في اطار استمرار احتفال مصر والقوات المسلحه بعيد الفطر المبارك، نظمت القوات المسلحة لليوم الثاني على التوالي احتفالية لتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية بمركز المنارة للمؤتمرات. حضرها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من السادة الوزراء ومحافظ القاهرة. وفي بداية الاحتفال وجه الدكتور جمعة التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرعايته الشاملة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار هذا الوطن، وأن مصر لن تنسى أبناء الشهداء وأسرهم وستستمر دوما عونا لهم. وفي نهاية الاحتفال قام الدكتور جمعة بتكريم عدد من أسر الشهداء بتقديم الهدايا لهم، وذلك خلال الحفل الذي اشتمل على عدد من العروض الفنية والموسيقية والفقرات الترفيهية للأطفال. وكمان خلونا ولسه معاكم في أجواء العيد، ويمكن زي ما قلنا عشان الناس طبعا نقدر نحن نحتفل ونكون بأمان وقت العيد، طبعا في إجراءات وسعادات كانت بتتم على كل مستويات الدولة خاصة ما يتعلق بالشرطة. في لقاء أيضا أجريناه مع اللواء إيهاب بختار مدير إدارة العامة لشرطة النجدة ومتابعة للحالة الأمنية أثناء العيد. خلونا نتفرج معاكم على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في البداية بنرحب بيكم في غرفة عمليات النجدة الرئيسية. نحب نوجه تحية للسادة المواطنين، كل سنة وهم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاد الله عليهم باليمن والبركات، ونتعشى من ان شاء الله جميع المواطنين يعني تبقى تقضي وقت ان شاء الله سعيد من خلال التواجد الشرطي الموجود بقطاع امن القاهرة. دايما في المناسبات وفي الاعياد والمناسبات الخاصة بتبقى في خطة موضوعة. اولا جميع القوات الشرطة بتبقى في حالة استنفار أمني كامل في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، خطة أمنية موضوعة محكمة من خلال قطاع أمن القاهرة. الإدارة العامة لشرطة النجدة إحدى الإدارات اللي بتشارك في تنفيذ هذه الخطة. غرفة عمليات النجدة الرئيسية دي غرفة العمليات اللي هي مسؤولة عن تلقي جميع التعليمات والإخطارات والتوجهات الخاصة بالخطط الأمنية. غرفة عمليات النجدة بتبقى بتعمل على مدار 24 ساعة عمل دؤوب، عمل نشيط، الهدف منه في المقام الأول تلقي بلاغات المواطنين من خلال مواضع تلقي البلاغات 122، بحيث أن المواطن يستشعر أن في حالة حدوث أي بلاغ أو ظرف طارئ ليه يبقى النجدة قريبة منه، باعتبارها أن حلقة الوصل ما بين المواطنين، والمواطن دايما بيستشعر أن أول ما بيبقى فيه ظرف طارئ بيستنجد بالنجدة. والحمد لله احنا في خلال اليومين اللي فاتوا يعني الحمد لله الحالة هادية تماما وما فيش اي بلاغات تعكر صفو الامن العام او تعكر صفو وشعور المواطن بالاحتفال بالعيد السعيد ان شاء الله. غرفة عمليات النجدة الرئيسية زي ما قلت لحضرتك دي غرفة بتعمل على مدار 24 ساعة عمل دؤوب اطقم كاملة من السادة الضباط والافراد والمجندين. الهدف من عمل الغرفة النمرة واحد يعني السهر على
راحة المواطنين، وبحيث يكون في استجابة سريعة لبلاغات المواطنين. غرفة العمليات الرئيسية يمكن احنا اهم ما في الغرفة هو موضع البلاغات 122. موضع البلاغات ده يعني بيعتبر اهم وشغل السادة القائمين بغرفة عمليات النجدة. بيتم تلقي جميع البلاغات من السادة المواطنين بمنتهى الدقة وبمنتهى الاهتمام. هذه البلاغات بيتم اتخاذ الإجراءات حالها من خلال شبكة إلكترونية، سواء من أول رحلة البلاغ، تلقي البلاغات وتدوين البيانات الخاصة بالبلاغ أو نوعية البلاغ، أو بالإضافة إلى أنه بيتم انتقال البلاغ من خلال الشبكة إلى مجموعة من المواضع بتبقى تبعها مجموعة من الأقسام، بحيث يتم يعني اتخاذ إجراءات سريعة وفورية. أحيانا بتحصل بعض التجاوزات من المواطن، بيتكلم بلاغ، بيبقى بلاغ سلبي، بيحب يجرب التليفون مثلا من شارع عبد العزيز مكالمة مجانية، فبيبقى طبعا إيه يعني. ولكن أحيانا بعض المواطنين إذا ثبت إن هي من خلال بلاغها تعمد إن هو عطل الاتصالات أو خد حق مواطن تاني، بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بيتم متابعته، بيتم إجراء المحاضر اللازمة، بيتم كله في إطار الإجراءات القانونية، وبيتم عرضه على النيابة. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والمواطنين بخير، إن شاء الله يعدوا عيد سعيد في إطار خطة أمنية موضوعة محكمة واستنفار أمني كامل. بيعاود الدكتور وبيواصل كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان الاتصال بمحافظي ومسؤولي 27 محافظة للاطمئنان دايما على تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات اللي تم اعتمادها بعد الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية. وخلال اتصاله بالمحافظين شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات في كل محافظة، وسائل الإعلام المختلفة كمان، مع سرعة طباعة اللافتات وتعليقها في المواقف ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق. كمان نفذت الهيئة أمر الرقابة الإدارية حملات على محطات الوقود في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية لرصد الحالة بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود، وفي إطار خطة رفع الدعم عن المحروقات. كمان رصدت الأوضاع وعدم وجود تكدسات على المنتجات البترولية وتوفرها في جميع المحطات. كمان من ضمن الإجراءات دي، تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات بعد إعلان وزارة البترول امبارح الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية. واطمأن شعراوي من تقرير غرفة العمليات على توافر جميع المنتجات البترولية المختلفة سواء البنزين أو السولر في محطات الوقود، وكمان البوتاجاز في المستودعات، وأجرى عدد من الاتصالات مع بعض المحافظين وطلبهم بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، مع ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن عشان يتأكدوا من توفر المنتجات البترولية، والتعامل كمان بكل حسم مع أي مخالفات أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة بعد زيادة الأسعار، سواء كانت لسيارات السيرفيس أو حتى التاكسي الجديد. وكمان بعد تحريك أسعار المواد البترولية، بتتابع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات توافر المنتجات البترولية، وعملت كمان خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق للتعريفة الجديدة للمواصلات. خلونا نشوف مع حضراتكم أيضا. جهود كثيفة تبذلها مؤسسة الدولة لضبط الأسواق بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز $80 للبرميل. أولى الخطوات كانت عبر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، الذي عقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس بغرفة عمليات مركز المعلومات بمجلس الوزراء مع المحافظين على مستوى الجمهورية لمتابعة توفر المنتجات البترولية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف حملات المباحث التموين والمرور وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توفر المنتجات البترولية المختلفة والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.
كما عاود مدبولي الاتصال بالمحافظين والمسؤولين للاطمئنان على تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة أسعار الوقود، مشددا على سرعة طباعة اللافتات وتعليقها في المواقع ووضع ملصقات على سيارة السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق. وفي إطار متابعة الدولة لضبط الأسواق، قام وزير البترول بجولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات الوقود، وشملت الجولة كل من شركات أنابيب البترول ومعمل القاهرة لتكرير البترول ومصنع تعبئة البوتاجاز بالقطامية. وللإطمئنان على توافر المنتجات البترولية بالمحافظات، قام المحافظون بجولات تفقدية مؤكدين على مفتشي الرقابة التموينية بتكثيف تواجدهم بالمحطات لرصد أي مشاكل قد تحدث والتعامل معها على الفور. الزيادة عشان الناس ما تحضرش، الناس تقدر تحسبها بسرعة، ودي نازلة تفصيلا في حدود 15% على الأجرة الرسمية اللي موجودة جوه المواقف. بالنسبة للمواقف جاري الآن إعلان هذه التعريفة، احنا كنا موجودين مع السواقين وتم اقرارها والسواقين تقبلوها، وان شاء الله هو ده السعر والتسعيره اللي هتبقى موجوده داخل المحل. غرفه عمليات مجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات تعكف على مدار الساعه على متابعه موقف توافر المنتجات البتروليه، مع وضع خطه طوارئ لمواجهه اي مشكله والاعلان عن اي مخالفه يتم ضبطها حفاظا على مصلحه المواطنين. خلونا نرحب كمان بالدكتور أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. صباح الخير يا دكتور. دكتور، يعني طبعا بعد تحريك أسعار الدعم التي حدثت مؤخرا، في تخوفات من أنه ده يؤثر بشكل كبير على الأسعار بشكل عام، وبالتالي المطالبة بأنه يكون في رقابة شديدة. ممكن حضرتك تقول لنا الإجراءات التي تمت من امبارح واللي هتتم أيضا لتحقيق الرقابة على مختلف الأسواق، مش بس على فكرة النقل لكن أيضا السلع الغذائية حتى لا ترتفع أسعارها أيضا؟ يعني هو أمس الحقيقة تواصل السيد رئيس الوزراء مع جميع السادة المحافظين بالكامل مرتين على مدار اليوم. كان في المرتين الهدف كان أنه التحقق من عدد من النقاط. أولا أنه تكون كل المواد البترولية متوفرة بالشكل الطبيعي في الفترة ديت، لأنه ما يبقاش في أي ندرة ولا أي تكالب على المحطات أو أي شيء، حيث أنه ما يبقاش في أي مشكلة للمواطنين، خاصة انه احنا دلوقتي في فتره عيد وفي اجازات، في بعض الناس يمكن سافرت رجعت لمناطق سياحيه وبيبقى في طريق العوده. من الناحيه الثانيه انه كان في طبعا يعني تشديد على المحافظات انه فيما يتعلق بسيارات السيرفيس والتاكسي والخطوط النقل سواء داخل المحافظات او خارج المحافظات، ان يكون في تعريفها واضحه، كل محافظة يكون فيها اللجنة، اللجنة دي ينضم إليها ممثلين عن السائقين وممثلين عن المواقف والمرور وجهات كثيرة، وبيتم وضع تعريفة، والتعريفة دي يتم إعلانها في المواقف وإعلانها في وسائل الإعلام المختلفة، بحيث أنه يكون واضح جدا للمواطن إيه هي الزيادة الجديدة، بحيث انه نمنع فرصة التلاعب او انه بعض السائقين يزودوا خارج التعريفة المقررة. من ناحية تانية طبعا كان في تشديد على انه يكون مرور مباحث المرور ومباحث التموين متواجدين على ارض الواقع بشكل مستمر، والحقيقة ده كان موجود فعلا وبكثافة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ان كل شيء بيشير بالشكل الطبيعي، وان عملية زيادة التعريفة والانتقال الى التعريفة الجديدة تمت بهدوء وسلام وبرضا طيب كل الاطراف. دكتور اشرف صباح الخير، طبعا كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بتقول انه في لجنة هيبقى فيها مندوبين عن السواقين المرور ما الى ذلك، طب هو كان في امبارح بالفعل؟ اللجنة تمت امس امبارح وانتهت امس الى وضع التعريفه صحيح، والارقام يعني اذيعت صح اللي احنا شفناها امبارح، والارقام اذيعت بالظبط كده، والارقام اذيعت بحيث انه يبقى في اعلان كامل على الارقام وتعريف كامل بيها، طب عظيم، وانه يبقى واضح للمواطنين ايه هي التعريفه الجديده، ده اللي منع التلاعب.
طيب عظيم، امتى بقى هيتم كتابة الارقام دي على العربيات تحديدا؟ لانه حضرتك عارف طول ما في رقابة مثلا امبارح والنهاردة السواقين هيمشوا زي ما المفروض يمشوا بعد كده. لا هي الـ 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 الارقام ديت التعريفه الجديده دي تم تعليقها في المواقف تم وضع بيانات فيها في مواقف العربيات، وتم وضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمه الاجره الجديده المعتمده من المحافظين. وطبعا تم تحديد كل محافظه اعلنت عن خطوط ساخنه للشكاوى في حاله المخالفه. فهو الملصقات على سيارات السيرفيس حددت الأكرة ووضحتها تماما، وايضا على المواقف بشكل عام جميعها تم تحديدها وتم اعلانها ايضا في وسائل الاعلام. صحيح. طب يا دكتور معلش مره تانية، ضمان استمرار المتابعه، يعني ادي حضرتك مثلا انا امبارح ركبت التاكسي الابيض بالليل، معظم التكوسه من امبارح قافلين العدادات. ده بكلمك من على ارض الواقع، ضمان استمرار المتابعه ازاي هنقدر نسيطر على الامور؟ لانه برضو حضرتك انت عارف يعني مصر دوله كبيره وفيها منافس كثيره، والوصول لكل يعني شارع هيكون صعب، فضمان استمرار ده ازاي هيتم؟ انا بقول لحضرتك من الواقع، ضمان استمرار حملات مباحث المرور ومباحث التموين، وايضا وعي المواطن انه لما يلاقي في منطقه معينه في مخالفه او بعض السائقين في مخالفه ان يتصل بالخطوط الساخنه اللي تم الاعلان عنها، وانه يبلغ وانه الدوله تاخذ اجراءاتها في هذا الصدد. دكتور أشرف، حضرتك يعني تنصح بإيه المواطن؟ يعني شفنا فيديوهات على السوشيال ميديا امبارح الصراحة لناس مع سواقين ميكروباصات وحصل مشاجرات ومعانفات، يعني لما يكون في زيادة عن اللزوم أنا المفروض أعمل إيه؟ أتصرف إزاي كمواطنة؟ الإبلاغ عن أي سائق، إحنا قلنا إنه التعريفة معلنة، وبالتالي أي حد يتجاوز هذه التعريفة يجب الإبلاغ عنه. على كام؟ يعني في رقم معين؟ هو الحقيقه كل محافظه حتى خطوط ساخنه، يعني هو مش خط واحد لكل المحافظات، ولكن طبعا القاهره مش زي اسماعيليه مش زي بورسعيد، يعني كلها خطوط مختلفه، فكل محافظه بتعلن عن الخطوط الساخنه اللي ممكن الابلاغ عن طريقها. ممكن كمان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يساعدنا بشكل او باخر انه هو يعرف الارقام ممكن جدا ان يكون وسيله مساعده للابلاغ عن اي شكاوى. منظومه الشكاوى الحكوميه شغاله وتتلقى اي شكاوى في اي اتجاه، وطبعا دي احدى القنوات اللي ممكن استخدامها. احنا حاطين طبعا الارقام بتاعت حماية المستهلك اسفل الشاشة، لكن برضو دكتور اشرف يمكن يوم الثلاث هيبقى يوم مهم شوية، الناس هتبدأ تنزل شغلها، الدنيا هتبقى زحمة، يعني العبرة بيوم الثلاث، هل في يوم الثلاث هيبقى في وجود معين او تواجد معين ليكو، او انتم مستمرين لحد يعني مش عارفة لحد امتى؟ المتابعة مستمرة من قبل المباحث التموين والمرور ومن قبل غرفة العمليات في مجلس الوزراء، والموضوع مستمر إلى أن يستقر تماما عملية الانتقال إلى التعريفة الجديدة، وأن الأمور تسير بشكل منتظم كما كانت قبل ذلك، سواء بالنسبة لموضوع النقل للركاب أو بالنسبة لموضوع اسطوانات البوتاجاز، لأن هي برضو أمر مهم. يمكن إحنا دلوقتي في فترة الأعياد، لكن أول ما تنتهي فترة العيد يعني تعود الأمور كلها بطبيعتها بالكثافة التي كانت عليها قبل ذلك. إذن المتابعة مستمرة من قبل غرفة العمليات في مجلس الوزراء، ومن قبل أيضا غرف العمليات الموجودة في كل المحافظات، لأنه كانت توجيهات سيد رئيس الوزراء أن يكون في غرفة طوارئ أو خطة طوارئ لمواجهة أي مشكلة في كل محافظة. طيب سريعا يا دكتور معلش برضو تساؤل أخير طبعا عن يعني الفائدة أيضا من هذه من يعني محاولات تحريك أسعار الدعم أو غيره أو تحريكها بالفعل، يعني البعض بيقول أنه الطبقة مثلا أو يعني الطبقات المختلفة في مصر ربما الدولة بتتخذ بعض الإجراءات الحمائية للطبقات الفقيرة ودعمهم أو محدودي الدخل، لكنه الغني أيضا غير يعني ربما يقدر أنه هو يتجاوز هذه الأزمة، لكن الطبقة المتوسطة يعني تلقت أكثر من ضربة، حضرتك تقول لها إيه؟ يعني اولا هي الحقيقه مساله الدعم ديت هي مساله مهمه جدا، لانه احنا كنا بنعاني في فتره من فاتت على مدار السنوات من ضعف شديد في كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه، سواء خدمات الكهرباء، خدمات الوقود، خدمات المياه، كل حاجه، وده الحقيقه كان بيضع عبء مادي كبير على الدوله، ان الدوله عايزه من ناحيه انها ترفع مستوى هذه الخدمات، اللي ده الحقيقه بيصب في مصلحه
كل المواطنين، لأن كل الناس بتستفيد من خدمة الكهرباء والمية والوقود وكذلك. لكن طبعا كانش في موارد، ولازم يكون في الدولة أنها تصلح هذا الوضع الغير متزن اللي استمر لسنوات طويلة واللي كان تأثيره واضح على كل هذه الخدمات. الدعم اللي يعني اولا احب اشير الى انه ما زالت المحروقات فيها دعم، يعني لسه مدعومه، يعني البنزين لسه مدعوم بنسبه معينه، طبعا اقل من الفتره اللي فاتت، ولكن هناك دعم ما زال مستمر. لكن احنا بنقول كده لان ده حسب تقدير وزاره البترول رفع الدعم جزئيا عن المحروقات في هذه المرة بيوفر للدولة حوالي 50 مليار جنيه، وال 50 مليار جنيه دول الحقيقة مبلغ ممكن توجيهه لصالح خدمات أخرى، تعليم وصحة وخلافه. ده الحقيقة نتمنى ده يا دكتور إن شاء الله بإذن الله. الدولة حريصة جدا على أنه مثل هذه الخدمات تحظى برعاية كاملة في الفترة. أتمنى. شكرا جزيلا دكتور أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. هنطلع لفاصل مشاهدينا الكرام والموجز كمان، ونرجع نكمل فقراتنا وحواراتنا وضيوفنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا حضراتكم عارفين ان التراث المصري تراث كبير جدا وعريق جدا، ومن الصعب فصل كل مرحلة فيه أو حقبة فيه عن الأخرى، خاصة لما بنتكلم عن التراث القبطي والتراث الإسلامي، لأنه عندنا في مصر دايما نموذج نادر جدا أنه الاثنين انصهروا في بعض. حضرتك تقدر تشوف ده في الكنائس المصرية، في أيضا النقاشات العربية، في أيضا أيقونات المسيحية، وإزاي أنه الخط العربي مثلا زين بعض من هذه الأيقونات المسيحية، إزاي دخل تضافر الفنين مع بعض في النسيج، في الكثير أيضا من العمارة الإسلامية والعمارة القبطية معا، وبالتالي ده نموذج حضاري فريد جدا. من أكبر الدلائل أيضا عليه يمكن كان في محاولة لتوثيق ده في معرض مآذن وأجراس تعلو مصر أو تعلو في سماء مصر للفنان الكبير أيضا جلال المصري، وقدم من خلاله هذا النموذج الفريد، وده كان في إطار احتفالات باليوم العالمي للتراث. المعرض ده هيجمع ما بين فن العمارة القبطية والإسلامية، وزي ما حضراتكم هتشوفوا معانا وتتابعوا في الصور بشكل مبهر وفريد من نوعه. وهذا المشروع بيهدف إلى توثيق الهوية المصرية. هيكون معانا في هذه الفقرة الفنان الكبير الأستاذ جلال المصري، عضو الأمانة العامة لاتحاد المصورين العرب، وبصحبته مجموعة من الصور الجميلة. أول برحب بحضرتك، وكل سنة وأنت طيب، نورتنا. أهلا يا أستاذ جلال، صباح الخير. طبعا المعرض ده كان معرض ثنائي، حضرتك والاستاذ بولس اسحاق كمان مصور فوتوغرافي. عايز اعرف الفكره، يعني هل انتوا يعني انتوا اللي عملتوا الفكره ديت، ام ان الفكره جت ليكوا وانتوا نفذتوها بسبب يوم التراث العالمي؟ يعني مين اللي اخترع الفكره دي؟ هو الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المهندس محمد ابو سعده، وله دور كبير جدا في الحفاظ على التراث المصري وتنسيق الأماكن جوه القاهرة وخارجها. دي كانت فكرتهم، ان هم بناء على أنشطة كتيرة اتعملت يوم باحتفالا بيوم التراث العالمي، ان هو يبقى أحد الأنشطة عمل معرض عن التراث القبطي والإسلامي، فكرتهم. والاسم عجبني جدا، وما أنا يعني دعونا للمشاركه طبعا، يعني طبعا ما تاخرتوش، ما تاخرناش، وطلبوا عدد كبير من الصور، طلبوا من كل واحد 60 صوره. كان عندكم اوريدي مخزون يا استاذ جلال؟ كان عندنا، ونزلت صورت بعض المساجد اللي في النوبه؟ لا، في القاهره. في القاهره كل معظم الصور عن في القاهره. وكان الفكره ان هيبقى المعرض عباره عن جناحين، معرض جزء للتراث الاسلامي، وجزء اللي هو بيتعبر عنه كلمة مآذن، ده معنا صورة، وجزء للتراث القبطي. في الافتتاح بقى فوجئت ان هم عملوا دمج للاتنين، فالناس بتتفرج على صورة لجامع وجنبه صورة لكنيسة، وكان دي حاجة بجد مفاجأة الافتتاح، ما قلناش عليها.
وكانت حاجه عظيمه جدا بصراحه. يمكن بخلي الصور اكيد يمكن كما ذكرت في البدايه احنا عندنا الفنين يعني من الصعب فصلهم، يعني في حاله تمايزك ايضا اكيد حضرتك برضو طبعًا. شفتها بنت لك في اي صور او ايه الصور انت توقفت عندها وقلت يعني ده نموذج فريد يمكن مش نادر في الكرة. هو هي يعني هي انا حسيت بيها في الافتتاح، ما هو احنا حاجه واحده فاحنا بنتفرج على حاجه واحده واحنا ماشيين بنلاقي كنيسه وجنبها جامع، تحس برضو الديزاين او التصميمات في قرب في تقارب وفي كده. هو في الاخر الانسان المصري بيدخل في دي وبيدخل في دي وربنا رب واحد. انا قاعده اتابع الصور الحقيقه كادراتها يعني مثلا ممكن يبقى في كادر تاخده وانت زي ما بيقولوا بتجثو على ركبتيك، في كادر بتاخده وانت مش عارفه طالع فوق في مبنى كبير، انا شايفه في كادر متاخد. حضرتك كان يومك عامل ازاي وانت بتصور؟ لانه واضح انه في مجهود، في طلوع وفي نزول وفوق وفي حركه. دي اتصورت من 2004 لغايه 2018 طبعا خلال المده دي يعني المصور بيتغير فكرته بينضج اكتر، وبنحاول نوصل بقى حاجه العين العاديه ما تشوفهاش. زي انت ماشيه في الشارع تدخلي من باب الجامع بتبصي على المأذنه، طب ما احنا ناخد من فوق لتحت زي ما حضرتك قلتي. صحيح. نستخدم عدسات معينه تغير من المنظور اللي بيشوفه المشاهد العادي، استخدم عدسات واسعه، استخدم عدسات طويله، اغير الزوايا بتاعتي، كل ده يبقى بتدي متعه في المشاهده. طبعا. وثراء بالظبط، غير اللي ماشي عادي وشايف الحاجه. فدي قوه المصور ان هو يبدع في الزوايا واختيار الضوء والظلال وتوقيت التصوير والعدسات اللي بيستخدمها عشان يدي متعه بصريه للمشاهد. لا رائع. دي مثلا في اعتقد انه دي في الازهر، ده سبيله مع عباس. قريب من شارع ابن طولون، من جامع ابن طولون، وده اللي بيوصل للامير طاز. دي كل ده في الدرب الاحمر والدرب الاحمر جمالي. استاذ جلال، حضرتك متخصص في التصوير الضوئي صح؟ انا دي هوايتي يعني. بعتبر نفسي هاوي رغم سني الكبير الوافي، لكن انا لسه هاوي. وعديت بمراحل يعني، ابتديت زي اي مصور بيبتدي يصور كل حاجه قدامه، يحاول ياخد خبرات في كل حاجه، لغايه ما وصلت المرحله الاخيره دلوقتي ان انا بصور حياه الناس. بالظبط. نبض الشارع. بالظبط. عايز اسال الاول يعني ايه تصوير ضوئي، وهل في انواع تانية يعني في تصوير حاجه تانية؟ في طبعا، هو اصلا الاساس تصوير ذاتي اللي هو احنا تصوير الضوء يعني بنتعامل مع الضوء من خلال الآلة الوحيدة اللي نقدر نشتغل بيها اللي هي الكاميرا، سواء كاميرا منفصلة او جوه موبايل، فهي أداتنا الكاميرا. قعدتوا قد ايه يا فندم يعني تحضروا للمعرض مثلا؟ اعتقد يمكن فوق الشهر، لان العدد المطلوب كان كبير وعملوا مجهود جدا الناس اللي في الجهاز في التنسيق واختيار الصور و تظبيطها والطباعة، يعني بجد الجهاز عمل مجهود ضخم جدا. عدد صور برضو كبير، 120 صورة في معرض، دي حاجة كبيرة. واعتقد المعرض كان ناجح قوي ما اتفتح على هامش اليوم التراث، ونتيجة النجاح ده طلب انه اتعمل تاني واتعمل في رمضان للمرة التانية. صحيح. وبرضو جاله يعني الفنانين وجالوا بقى مهتمين بالتراث، ودي كانت حاجه كويسه جدا. الصوره دي حلوه جدا. الفن تسرح فيها كتير. دي برضو في دي اخر من اخر الصور اللي خدتها من الشيخ المؤيد. ده بين شارع بين ده في شارع المعز، امتداد شارع المعز عند باب مش فاكر. طيب. النصر اعتقد. استاذ جلال، بتقول حضرتك انت بتحب توثق حياه الناس، ربما وشوش الناس كمان بتقرا ملامحها، بتخليها تنطق عن طريق العدسه بتاعتك. في مواقف حصلت يعني، اكيد اللي بينزل يصور ناس او يصور مواقف اكيد في مواقف بتحصل يعني، مش اي حد يصورك يقول لك اتفضل. لا اكيد لا. وبعدين التصوير الشارع يمكن 50% منه ازاي اتعامل مع الناس. بالظبط. يعني في
حاجات كتيره جدا كنت اتوق يعني ان اصورها، وقالوا لي لا خلاص والله دي حريه شخصيه للي بيتصور. وانا بؤمن ان ربنا بيرزقنا، يعني ممكن اللي قال لي لا ده بعد دقيقه هلاقي حد تاني اقوى منه، وربنا بيرزقني بصور احسن. فاحنا لما بننزل في تصوير الشارع ما نبقاش عارفين احنا هنقابل ايه، يعني غير مثلا انا رايح اصور جامع الازهر، فانا رايح جامع الازهر، لكن اللي رايح يصور الناس اللي في جامع الازهر هو مش عارف هم مين، هيقابلهم ايه، وايه اللي هيديله اللقطه اللي يقدر كاني بدخل جواهم. يعني انا ما بصورش، ما بحبش اصور الناس العاديه بقميص وبنطلون، انا بحاول ادور على الكاركترز، سواء تعبير على الوش او طريقه اللبس، او هو ده اللي انا بدور عليه، اللي هو الشارع الحقيقي، معيشه الناس بجد. يعني الحاجه المختلفه اللي هو عينك انت ماشي في شارع عادي، طب ايه الجديد؟ لكن لما الاقي كاركترز بحاول اتتبعه واحاول اصوره. دي وكاله الغول اعتقد، صح؟ وكاله الغول. هي اكتر الاماكن اللي حضرتك يمكن رحتها، ولا حضرتك طبعا لفيت اماكن كتيره، والقاهره طبعا من اكبر مدن العالم فيما تحتوي من اثار اسلاميه، ايه الاماكن اللي حضرتك فعلا كنت منبهر بيها بشكل شخصي؟ هو طبعا القاهره الفاطميه اللي هو المثلث، باب الفتوح، باب النصر، لغايه ما نوصل الجماليه والدرب الاحمر، ده كنز طبعا بالناس بتوعه. يعني غير الاثار، انا دلوقتي الاثر بيعتبر هو الخلفيه، ما بصورش اثر، بصور الناس قدام الاثر. المنطقه دي غنيه جدا ولسه فيها ولاد البلد. انا كنت لسه في رمضان بصور ناحيه باب النصر لغايه الحسين، وتخيل قبل الفطار بساعه كام دعوه اصروا ان انا افطر معاهم. يعني شوف طبعا. ده واحد شايفني بقاله دقيقه، ليه يعزمني على الفطار ويصر على كده؟ دول الناس، هم دول الناس اللي انت عايزهم، عايز تصورهم، عايز تعيش معاهم بجد. المنطقه دي من المناطق، وبعدين اتجهت بقى للصعيد خاصه المنيا، انا غرب اسوان، اسوان عامه بالقرى الجميله بتاعتهم بالناس الجميله. اللي في ضمن المشروع ده برضو ولا في مشروعات تانية؟ ما هو كله ده توثيق، ده توثيق للناس وللتراث والاماكن دي. ممكن بعد كذا سنه الحياه دي تتغير. رحت اماكن يا استاذ جلال ممكن تكون عملت سيرش عنها وكنت اول مره تشوفها لما تروحها، لما رحت لها؟ في اسوان بالذات مناطق ما كناش عارفينها خالص. يعني احنا الناس بتروح عاده عارفه غرب سهيل، لكن ما حدش كان يعرف مثلا تنجار، جزيره تنجار دي رحتها السنه اللي فاتت، كانت اول مره اشوف، وهم اول مره يتعاملوا مع مصورين، هم حياه منغلقه خالص على نفسهم، كانوا مستغربين ايه اللي جاي يصورهم ويقعد معاهم. من شهرين كده رحت جزيره اسمها بربر، جزيره اسمها عواض، غزال، ده في اسوان؟ كل ده في اسوان، اللي هو النوبه. النوبه سواء اللي تهجروا او الجزر اللي فضلت من غير تهجير. طيب استاذ جلال، حضرتك اصلا دارس هندسه صح؟ وامتهنت او الصوره دي رائعه، الابيض واسود دي فظيعه، بديه اصاله فظيعه حلوه قوي. قلت ان انت احترفت التصوير بعد سن الأربعين، وصفت ان هو زي النداهه اللي ندهتك يعني في احد حواراتك. هل في علاقه بين الهندسه والتصوير، وليه حبيت التصوير؟ مفيش علاقه خالص، مفيش علاقه معقوله بين الدراسه وبين الهوايه. يعني اللي بيغني او اللي بيمثل، سعاد حسني، فريد شوقي، ما لهمش علاقه خالص. هو في هوايه او انجذاب او نداها، اعتقد دراستي ما اثرتش فيها خالص. لا انا قصدي فن، يعني علم الهندسه ملوش علاقه بالتصوير؟ لا، التصوير يعني لو بصيتي المصورين في العالم كله اصلا من يعني معظمهم مش دارسين فن، لكن هوايه كانت عندهم وطوروها، هوايه وحب وفيها باشن وشغف. في مصر عندنا ناس على اقصى درجه من عندهم هوايه كبيره قوي وكرياتيفيتي، ومعظمهم اطباء ومهندسين وضباط وكله، فالهوايه هي اللي بتفرض نفسها مش التعليم. طب حضرتك بنروح لفاصل، وحضرتك كان برضو ليك معرض اسمه حياه، وقبل كده وقلت فيه انه في بعض التصريحات نقل احاسيس الناس في مصر شيء مرهق. عايزين نعرف ليه شيء مرهق كمان بعد الفاصل.
استاذ جلال لسه معانا عضو الامانه العامه لاتحاد المصورين العرب. صباح الخير يا استاذ جلال. صباح الخير. والمتابع لحضرتك يلاقي انه يمكن ليك بس ثلاث معارض خاصه وفي مئات المعارض الثانيه لازم يبقى في معاك شركاء شريك او معارض جماعيه، هل في سر؟ هو انا يعني المعارض الخاصه يمكن توجد بمعرض في برلين في السفاره المصريه في برلين، والسنه اللي قبل فاتت والسنه اللي فاتت المركز الثقافي في فيينا. دي كانت يعني معرضين قويين قوي وعملوا شغل كويس، لان انا عبرت عن مصر يعني مصر التي لا يعرف احد، يعني مش مصر هي الهرم، يعني حطيت الناس بتوع مصر وحطيت مناطق في الفيوم والبرولوس ما كانوش يعرفوها حتى المصريين اللي قاعدين في البلاد دي. اللي انا يعني تاني تبقى غير الصوره التقليديه برضو، لان الناس دايما بره بتروح للصور اللي دايما بالظبط دي الطباعات الذهنيه دي ما كانتش تقليديه خالص، وعرفوا مصر اللي هم اصلا المصريين ما راحوهاش. والله رائع. البرولوس ورشيد ويعني زوايا يمكن مختلفه شويه. الاتجاه اللي انا ماشي فيه بتاع تصوير نبض الشارع والاحاسيس ماشي مع اتجاه تاني، ان انا تكامل الفنون. فيمكن المعرض حياه اللي هو الخامس ليا في مجال ان انا اعمل معارض ثنائيه مع فنانين تشكيليين. فعملت معرضين مع فنانات هي بينتر وانا فوتوغرافيا. وحصل مع يعني معرض تكاملي عن الفلوكه، ففنانة خدت صوري وتخيلتها من وجهة نظرها بينتينج. ومعرض حياة ده كان مع فنان كبير قوي وجيه ياسا، استاذ كبير قوي. اتفقنا ان احنا هو يعبر برشته عن الحياة والاحاسيس، وانا اعبر بصوري عن الحياة. وما شفناش يعني، هو كان شرطه ان احنا ما نشوفش اعمال بعض غير وهي بتتعلق لاول مره. فدي كانت، هو استاذ كبير قوي يعني. فهي كانت فكره حلوه جدا، واتعملت في الاوبرا على نطاق كبير، وكان افتتاح كبير قوي. فانا حطيت فيه شغل الثلاث سنين اللي فاتوا من الصور اللي خدتها عن الاحاسيس، يعني كل صوره بتحكي قصه. واضح حضرتك بتحب فكره انه يكون في حد او شريك، لانه بيدي بعد او نظره برضه مختلفة، زي الأستاذ برضه بولس إسحاق. يمكن برضه لو هنعرض له بعض الصور اللي كان شريك حضرتك في أيضا معرض مآذن وأجراس تعالوا في سماء مصر. الأستاذ بولس من يعني الأساتذة الكبار، شوفوا بعض الصور أيضا أو إحساسه بال هو طبعا هو كمان موثق يعني بيصور كتوثيق للأماكن أو سواء في مصر أو خارجها. وفي المعرض ده عرض علينا الفن القبطي على مستوى مصر كلها، يعني هو لف في مصر وعمل توثيق وصور الحقيقه ايقونات بديعه. حضرتك دي في العين السخنه حضرتك يمكن قلت في هو من مناطق كتيره، يمكن عين اديره بتاعت سانت كاترين والعين السخنه مصر القديمه، يمكن وادي النطرون. فخدنا معاه في جولة كبيرة للأماكن المباني القبطية والزخارف القبطية على مستوى مصر. حضرتك أستاذ جلال تفتكر إلى أي مدى ممكن الصور والمعارض دي تعمل اللي ممكن ما يعملوش كلام كتير أو خطب كتيرة؟ شايف إلى أي مدى؟ لا، مدى كبير جدا على المستوى المحلي. مثلا السياحة للنوبة، مناطق النوبة زادت جدا، ويمكن هي اللي ملأت فراغ كبير قوي عن السياحة الخارجية، لأن المصريين عرفوا النوبة من خلال صور اللي اتاخدت في السنوات السابقة. يعني رحت من خمس سنين ما كانش في حد. أما الصور ابتدت تتنشر، هو ده في مصر ابتدى الناس تروح. فالوقت بقى في سياحة قوية جدا، والحجوزات بقت يعني تقريبا المناطق دي مسحومة جدا عشان المصورين المصريين راحوا ونشروا. برضو مثلا أماكن زي البرولوس دي ما كانش حد يعرفها قوي غير البحيرة، نتيجة البيوت الملونة والشخلوبة. مناطق شخلوبة يعني شخلوبة دي جزء في شمال البحيرة. اتصور انه منطقه جميله جدا وفيها جزائر وسط الميه،
اما اتصورت بطريقه فنيه حلوه جذبت الناس ان بقى السياحه الداخليه بقى فيها مكان اسمه الشخلوط نتيجه الصور. برضو تاثير ان لو وزاره السياحه خدوا صور عن مصر غير تقليديه انا بعيب عليهم ان اي معرض يبقوا واخدين الهرم، يعني مصر مش الهرم بالزبط. بس في حاجات اعمق كتير. والسايح اللي جه الهرم ولقى صوره الهرم مش هيجي تاني، لكن لما يلاقي صور الوادي الجديد سيوه هيجي عشان يزور المناطق التانية، سواء سياحه عربيه او في سياحه عربيه قويه جدا طبعا. سواء حتى زملائنا المصورين العرب اما بيشوفوا صورنا بييجوا يقول لك فين الاماكن دي، احنا ما نعرفش ان مصر فيها الحاجات دي. والانسان طبعا بيبقى عايز يشوف الشيء المختلف الغير مالوف النادر. فطبعا التصوير له رساله كبيره جدا جدا جدا، لانك شايفه انت ما بتتكلميش، انت بتوري للناس ادي اللي عندنا. صحيح. وهم بنعمله بطريقه فنيه وبنبرز الجمال بطريقه حلوه. حلوة الناس حلوة والمكان. ده ايه ده؟ ده مقام ده ولا ايه؟ ده الحسين سيدنا الحسين عطا. بيشجع الناس ان هم يروحوا. صحيح. احنا نفسنا واحنا بنتفرج اصلا عايزين نخلص الحلقه ونجري نستكشفها ونزورها ونعرف عنها اكتر. لازم. فهو الفن المميز اللي بيقدر يطلع الصوره بطريقه حلوه وكمان نطلع الناس اللي في المكان ده يعني بتطلعي ابناء النوبه اللي قلوبهم بيضاء، انا بحاول اطلعهم كده لان هم فعلا كده. ده بيأثر قوي. طب ما نروح نقابلهم ونقعد معاهم ونشوف. ودلوقتي السياحه في الجزء بتاع النوبه تطورت ان احنا بنروح نقعد في بيوتهم. طبعا ما عندناش بنروح الفنادق السيفن ستارز، بنروح نبات في بيوتهم. انا عن نفسي بحب اروح اقعد في غرب السهيل وفي بيوت النبات. بنبات دلوقتي في بيوتهم وناكل اكلهم وهم مبسوطين واحنا مبسوطين. ممكن يمكن السؤال الاخير استاذ جلال، الناس اللي بتحب تسافر بتحب تصور كتير، حضرتك لو تدينا زي تيبس كده ارشادات ممكن نخلي بالنا من ايه تحديدا؟ بعض النصايح خاصه لهوات التصوير اللي خصوصا ان معانا كاميرات موبايل مش اكيد مش دايما الموبايل دلوقتي بقى متطور جدا. الموبايل طبعا ممتاز وبيغطي كل حاجه ما عدا يمكن تصوير ليلي تصوير حركه، لكن غير كده هو مميز جدا في التصوير. طبعا الاختيار التوقيت ده اهم حاجه. يعني ما اروحش دلوقتي اسوان، اسوان حر، اروحها ابتداء من اكتوبر والا هتعب. لكن الوقت ده عندي اسكندريه، عندي السواحل، عندي شرم الشيخ، يعني اختيار التوقيت مهم جدا جدا عشان حاله الجو واتجاه الشمس طبعا. هو حاله الجو مهمه جدا. وبعدين اختار برضو وانا في المكان اختار التوقيت، اصور الصبح ولا العصر ولا كده عشان اتجاه الشمس بقى والظل واقع على الاثر شكله ايه او على المكان شكله ايه. احاول انسق قبل ما اروح، ابقى عارف انا رايح هعمل ايه. رايح فين، رايح جزر ايه، رايح اماكن ايه. ده مهم. نعم. طبعا سواء الموبايل او الكاميرا تبقى حاجتي جاهزه معايا، ما اروحش بعد 10 دقائق الاقي اكتشف ايه اللي الميموري اتملت، نسيت البطاريه في البيت. كل ده لازم يبقى. احنا بنشكرك يا فندم، للاسف وقتنا خلص. استاذ جلال المساري عضو الامانه العامه لاتحاد المصورين العرب، شكرا ليك يا فندم، شكرا جزيلا نورتنا. شكرا. نورتنا. يمكن هنروح حضرتك بالفصل، لكن قبل الفصل كمان يمكن طبعا كان لازم نقول ونعزي مصريين، لانه النهارده ايضا كان وفاه الفنان الشاب ماهر العصام، وستشيع الجنازه بعد صلاه الظهر من مسجد الشرطه بمدينه الشيخ زايد. هو توفى بالامس. طبعا الفنان ماهر العصام ايضا فنان شاب شفته يمكن في كتير من الاعمال، وتوفى عن عمر برضه 38 عام. ربنا يصبر اهله وكل عيلته ومحبيه. وكان اصيب هو ايضا بغيبوبه بشكل مفاجئ، كان دخل على اثرها المستشفى وتحسنت حالته، ده كان في ابريل 2014، لكنه للاسف عودت مره اخرى اصابته وانتهى به الحياه. ومره اخرى عزائنا لكل اهله ومحبيه، والنهارده ايضا هيكون تشيع جنازته. ربنا يرحمه ويصبر اهله وكل محبيه. هنطلع لفاصل مشاهدينا الكرام ونرجع نستقبل ضيفتنا وفقرتنا الأخيرة، خليكم معنا في صباح رمضان.
نجمة وفنانة من نوع خاص حفرت طريقها للغنى بنفسها وبإيديها، وأكيد الطريق ما كانش سهل. هنعرف هي عضوة في مكتب ذوي الإعاقة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، وحصلت على المركز الأول. هي بتغني، حصلت على المركز الأول في مسابقة إبداع 6 اللي هي تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكمان حصلت على المركز الأول في مسابقة الحلم المصري، وده كان على مستوى الجمهورية. إزاي ممكن أن يكون حد من ذوي الاحتياجات الخاصة أن هو يوصل للمراكز دي، وانه يبقى عنده بديل صوت حلو او موهبه حلوه ممكن ان هو ينميها ويوصل بيها لمراكز متقدمه؟ عملت ايه؟ حياتها عامله ازاي؟ ازاي بتنمي ده؟ ممكن يكون في حياه ايضا تانيه جنب الموهبه الجميله ديت اللي ناس كتير مننا ممكن يكونوا اسوياء وما قدروش يحققوا كتير من اللي هم عاوزينه واللي هم بيطمحوا ليه. جايبين نموذج مشرف معانا تدينا طاقه امل، تدينا تفاؤل، تدينا انه احساس انه لا انت ممكن تقدر توصل للي انت عايزه واللي انت بتحلم بيه. معانا شيماء عوض، مطربه من نوع خاص. اهلا بيك يا شيماء، كل سنه وانت طيبه. صباح الخير. اهلا بيك يا شيماء، نورتينا. كل سنه وانت طيبه. اهلا بيك. اهلا يا فندم. عايزك بقى تحكي لي يعني فكره الغنى واكتشاف لقدراتك الخاصه في الغنى، وازاي قدرتي بقى تحصلي على الشهادات والتكريمات الاخيره دي. طيب هو في البداية بس حابة بس ان انا اقول ان مش عشان خاطر انت عندك اعاقة معينة صح فانت بتبقى بتعمل حاجة بتكون يعني خارقة للعادة، لا هي الموهبة ما بتبقاش لها علاقة بالاعاقة خالص. يعني ممكن حد هو انسان سوي عنده موهبة فعلا ما يقدرش حد يقدر ان هو يعملها، زي الاستاذ جلال اللي حضرتك كنت مستفينه من شوية. هو عنده موهبة ممكن حد تاني من الأسوياء برضو ما يقدرش ان هو يبقى عنده نفس الموهبة دي. فكل اللي انا عايز اقوله ان فكرة الاعاقة ما ينفعش ان احنا نربطها بان انت قادر عشان انت كده، لا هي صحيح. كل واحد بيبقى شاطر في مجاله حتى لو هو مش معاق طبعا، ده مبدئيا. هي قدرات خاصة في النهاية، كل واحد لديه قدرة خاصة، هي قدرات خاصة بتبقى لازم يكتشفها ويدور عليها لغاية ما يبرزها وتبان وتلمع. انت بقى لما عنك الغنى عرفت امتى بقى وازاي طورتي من موهبتك دي؟ هو موضوع الغنى ده جالي من اول ما فقدت البصر، لان انا اصلا كنت مبصره الاول لحد سن 18 سنه، وبعد كده حصل لي ضمور في العصب البصري بسبب سخونيه على العين. فادت للضمور، هي ما اتلحقتش والحمد لله على كل حال. علشان خاطر هم بس ربنا بيفتح لك برضو منطقة تانية ان شاء الله تبقي نجمة كبيرة وبرضو طاقة اخرى. لا انا كملت فعلا، وحتى كملت دراستي كمان ما شاء الله. انا خريجة شريعة اسلامية جامعة الازهر ما شاء الله. والدي ووالدتي لما حصل موضوع الاعاقة ده هم يعني حاولوا ان هم يخرجوني من الحالة النفسية اللي كنت فيها، لان طبعا مش سهل ان انت تكون بتشوف في الاول وبعد كده تفقد بصرك وما تقدرش ان انت تمارس حياتك الطبيعية. طبعا. فهم بدأوا يدوروا بقى على المواهب، يعني بدأوا يشوفوا انا ايه اللي انا كنت شاطرة فيه او اللي انا بحبه. هم عارفين من زمان انا بغني، بس طبعا ما كانوش مهتمين بالموضوع ده قوي، لانه يعني ايه اللي هو عادي موهبه يعني مش هنوصلها في يوم من الايام، يعني ما كانش في دماغهم ان هم ينموها اصلا. فزميل والدي قال له لو هي عندها اي موهبه عشان تقدر تخرجها من اللي هي فيه، شوف هي بتحب تعمل ايه. فقال له هي بتحب تغني وبقعد اسمعها بتتمثل وبتقعد تعمل حاجات قدام المرايه، يعني انا حتى بقف قدام المرايه اقعد اكلم نفسي يعني ايه كانه مسلسل في مسلسلين كده يعني. فروحت غنيت، وبعد كده يعني كنت غنيت في حفله كنا بنعملها، كان راس البر كانوا بيعملوا حفلات على البلاج عندنا على طول. احنا عايزين نسمع حاجه من الحاجات دي يا شيماء. ان شاء الله. فطبعا نزلت مع والدي وميها وصمم ان انا لازم اغني، وغنيت. انا عايزه اقول لكم ان انا لما غنيت حسيت ان مش الناس مش بتشجعني عشان خاطر انا صعبان عليهم، لا هم بيشجعوا علشان هم سامعين صوت كويس. واحنا عايزين نسمع يا شيماء. سامعين. انت المايك جنبك؟ انت ولا انت كمان بتحبي اللون الطربي اكتر كمان. طيب انا ممكن اغني لكم حاجه الجنات مبدئيا كده. الله جنات. طب يلا.
اسمع كلامي وصدقه، انت اللي روحي بتعشقه، كان حلم نفسي احققه ان ابقى ليك. قربني منك ضمني، قد ما حبك حبني، من غيرك انت يهمني، ده انا روحي فيك ملهوفة عليك ومسلمة، تقدر تقول مستسلمة، حاسة اني طايرة في السماء، واخدني الشوق متحيرة ومتغيرة، وكأني لسه صغيرة، لو بحلم انام الحلم ده مش عايز افوق. الله، وهدوءك لايق على الاغنية، يعني هي اغنية رومانسية وشعرية وجميلة. قولي لي، يعني انت من ساعة ما لقيتي نفسك ان انت حابة انك تغني يا شيماء، نميتي نفسك ازاي؟ هو انا رحت اشتركت في قصر الثقافة، دربني ساعتها استاذ توفيق فوده اللي موجود هناك، ده قصر الثقافه دمياط طبعا. قصر الثقافه دمياط. وغنيت في، يعني انا كنت اول واحده، كان معروف عن مستر توفيق ده ان هو ما كانش بيطلع اي حد يغني بسهوله. فانا كنت اول واحده اطلع اغني بعد ما انا دخلت قصر الثقافه بشهر واحد. وكانت يعني اول حفله عملتها كانت عيد دمياط القومي. ده كان امتى؟ ده من كام سنه؟ ده يعني فترة طويلة. كانت عيد دمياط القومي. وبعد كده بقى بدأت ان انا اغني شوية، وتوقفت فترة طويلة، وتقريبا يعني رجعت حوالي من سنتين. طب بتحاولي ازاي يعني تنمي الموهبة دي بقى؟ الصوت. الصوت نفسه بتدرسي حاجة؟ بتتدربي ازاي؟ يعني احكي لنا شويه برضو. هو انا كنت يعني لما كنت بروح قصر الثقافه كنت بتدرب هناك مع مستر توفيق، كان بيدربني على الصوت. حاولت ان انا اسال زمايلي يعني ايه مقامات، كنت اسمع عن حاجات ما كنتش اعرفها، فبقيت اسال يعني ايه المقام ده، طب المقام ده اسمه ايه، طب ايه الاغنيه اللي تتفرع من المقام ده. طب يعني بقيت استخدم الاذن في ان انا افرق ما بين المقامات، وان انا اقدر اطلع يعني ايه من نفس المقام اكتر من اغنيه، لحد ما بقيت خلاص ان هو لو انا سمعت الاغنيه دي اعرف هي المقام بتاعها منين. بقى عندي شويه معلومات بقى. بقى عندي شويه معلومات. يعني انا ما درستش، يعني ما دخلتش معهد موسيقى، وما رحتش اي حاجه من دي، بس بالممارسه. اما في طريقين، في دايما بالخبره، في بالخبره، وفي طبعا بالدراسه بتثقل طبعا الموهبه او بالذات. انت كنت بتغني لنا برضو طربي شويه قبل ما دخلنا، كنت شايفك بتدندني كده اغاني طربي، فسمعينا بقى، وعايز صوتك يجلجل كده حاجه طربيه. حاجه بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع احباب معاها بعيش بعيد عنك. غلبني الشوق وغلبني، غلبني غلبني، وطول البعد دوبني دوبني دوبني، ومهما البعد حيرني، ومهما الزهد سهرني، لا طول بعدك يغيرني ولا الأيام.
بتبعدني بعيد بعيد عنك. الله يا سيماء، جميل يا سيماء. مين بتحبي تغني له، او مين اكتر حد بالنسبه لك كمثل او عايزك تسمعيه او حابه تبقي زيه؟ ايه اكتر حد؟ ايه اكتر حد بتسمعيله بتحبي تدندنيله؟ هو انا بحب اسمع ام كلثوم، بحب اسمع ورده ونجات، ده الجيل القديم. اما الجيل الجديد فبسمع جنات، شيرين، ليسا. انت في مسابقه الحلم المصري يا شيماء اللي خدتي المركز الاول صح؟ كان على مستوى الجمهوريه. غنيتي ايه فيها؟ غنيت اغنيه حكايه مع الزمان. ورد. طب ما يلا. وكان ليا اغنيه خاصه كده كنت عاملاها، كان مع حد من زمايلي وكده، مستر عزو، كنا عاملينها، كانت هي اغنيه دويتو، فبرضه غنيتها في المسابقه. غنينا طيب. عظيم. خلينا نسمع ورده منك. اتفضلي. كان اسمه حبيبي، كان يوم نصيبي وكان ضحيت بعمري معاه، مشوار اسمه الحياة، هو كان وانا اللي منكم هنا، رضيت بالعذاب لحد ما قلبي ده، ولا دوت يوم هدى انا، انا يا ما اتحملت انا، قست ولا اشتكيت، ولا جيت في يوم بكيت من نولكم هنا. جميل يا شيماء. برافو يا شيماء. قولي لي يا شيماء، انت يعني بغض النظر عن الغنى، انت محتاجه ايه؟ عايزه ايه من الدوله، من المجتمع، من الناس؟ بتحلمي بايه اللي ممكن يكون موجود ومش موجود؟ هو انا اولا بحلم ان مفهوم الاعاقه ده يتغير خالص، ان الناس تسمينا بمسمانا الطبيعي اللي هو ذوي اعاقه، مش ذوي احتياجات خاصه خالص ولا قدرات. لا احنا بنقول هي اصحاب الهمم او القدرات. طب بالعكس، ان قدراتكم يعني احيانا ممكن تكون اكبر من اي سوي، خلينا نقول. صحيح، بس انتوا ايه اعتراضكم مثلا على الاحتياجات الخاصه؟ هو اولا اولا احتياجات خاصه دي كل انسان، كل انسان سواء عنده اعاقه او ما عندوش، هو ذوي احتياجات. يعني صحيح، لو عنده حاجه معينه محتاجها فبيتقال عليه ذوي احتياجات خاصه، هو محتاج للحاجه دي. تمام. اما ذوي اعاقه فهي هو يعني ايه،
عنده إعاقة معينة بتعوقه عن حاجة معينة. يعني أنا ممكن دلوقتي مثلا كفيفة، أنا مثلا الإعاقة دي مسببة لي إن أنا مثلا بعرفش أمشي في الشارع لوحدي مثلا يعني. فهنا دلوقتي الموضوع ده بيخليني إن أنا عندي إعاقة من حاجة معينة، فبحاول إن أنا أتفاداها بإن أنا مثلا أستعين بحد أخرج معاه، ممكن أمشي في الشارع لوحدي مثلا على قد ما أقدر أحاول. فأنا هنا ببتدي أزيل العائق ده، فمن هنا جاء موضوع ذوي إعاقة، لأن كمان حتى الاتفاقية اللي مصر موقعة عليها هي مسماها كده من 2007، هي مسماها ان هم ذوي اعاقه وليس اي حاجه ثانيه. طب انت حاسه ان شويه الموضوع بيتغير في مصر؟ يعني تفكير الناس بيتغير، تفكير المجتمع بيتغير، لانه شويه بدا على مستوى الدوله يعني بدا يبقى في شويه تغييرات. كان في قانون قريب لذوي الاعاقه، هو قانون جميل، هو القانون كويس. لا هو القانون يعني هو لو اتطبق فعلا زي ما هو مكتوب هو قانون كويس، ما فيش فيه اي مشكله يعني ان الواحد حتى ممكن يعني يتحفظ عليها، لان يعني انا نفسي حتى يعني لينا قناه كده نشاط تاني بقى غير الغنى على برنامج اسمه زيلو، واتكلمت مع عضو مجلس الشعب الاستاذ خالد حنفي، سالناه على القانون، والراجل مذكورا يعني تجاوب معانا وشرح لنا القانون وقال لنا هو فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، واللائحة التنفيذية ان شاء الله هتيجي مكملة للقانون. انتظار اللائحة التنفيذية طبعا. صحيح. في انتظار اللائحة التنفيذية ان شاء الله احنا مستنيينها لسه. صحيح. انت كملتي دراستك ازاي يا شيماء؟ يعني في حد كان بيقرا لك؟ هو بالنسبة للدراسة انا كنت ازهر، فطبعا كده ما حسيتش بقى بفرق، لان الازهر عامه يعني في مكفوفين وبصرين عادي. ازاي يعني قصدي يعني البدايه كانت ازاي والدراسه كانت ازاي؟ وسائل التعليم نفسها لا وسائل التعليم هي ما يعني هي بتبقى عباره عن شرايط كاسيت، كان زمان بقى ايام الكاسيت وكده. انا مواليد على فكره 83، بس صغيره برضه. فكان في بقى اللي هو الشرايط والكلام ده، كان يعني الناس في المدرسه ممكن مدرسين كانوا بيتعاونوا معانا ويسجلوا لنا المواد دي واحنا نقعد نذاكرها. بس يعني المشكله معايا كانت في قصه ايه، طبعا هو الوضع ده اتغير، لكن زمان عندنا كان المواد كلها بتمتحنها في يوم واحد. المواد كلها في يوم واحد؟ ده كان زمان. ده كان زمان، يعني تخيلي ما اكون بمتحن 15 ماده في يوم واحد. بعد كده لما اشتكينا قسموها خلوها على ايه 3 ايام، يعني عربي في يوم، شرعي في يوم، ثقافي في يوم. فبرضه حتى بعد ما اتقسمت صعبه. يعني خمس امتحانات في اليوم. 15 ما 15 ماده بقى يعني. وطبعا انت عارفه حضرتك مواد الازهر اصلا تقيله. طبعا. بس انت قدرتي وعديتي كل ده. برافو عليك. كمان احنا عايزين منك بقى، احنا طبعا احنا في ثالث ايام عيد الفطر المبارك، كل سنه طيبه وكل المصريين بخير. عايزين بقى نختم معاكي باغنيه كده مبهجه وتبقى رساله منك برضو للناس. بس قبل ما تغني خلينا نشكر طبعا جمهور النهارده ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ينعاد عليكم الايام بالف خير وصحه وسعاده. ثلاث ايام عيد الفطر النهارده، روحوا انبسطوا واخرجوا واستغلوا فرصه الاجازه. بكره بقى نرجع ان شاء الله. لا بكره لسه اجازه على فكره. بكره اجازه طبعا. يعني برضو يوم الثلاث هتكون بقى رجوع ان شاء الله بنفسيه احلى وبطاقه ايجابيه اكتر. كل سنه وانتم طيبين وشكرا يا حسام طبعا. ونروح لشيماء بقى نسمع يا ليله العيد مثلا، او شوف انت عايزه تقولي ايه. اتفضلي يا شيماء. يا ليله العيد أنستينا وجددت الأمل فينا، ليلة العيد هلالك هلل علينا، فرحنا له غنينا يا ليلة العيد. يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل.
الأمل فينا يا ليلة العيد.